احنا كمجتمع لازم نفهم وش معنى المساواة او العدل بين الرجل والمرأة. يعني في الآونة الأخيرة بدأنا بشكل أكبر سماعك كلمة النسوية، ولاحظنا بأن الكثير من النساء في الوطن العربي يحاربن من أجل حقوقهن والمساواة بينهن وبين الرجال في المجتمع. أردنا معرفة وجهة نظر البعض من النساء والرجال عن هذه الحركة في عمان ومعناها الحقيقي. بدأنا الحوار بهذا السؤال. هل تعرف إيش يعني النسوية أو الفيمينيزم؟ ممكن أقولها من منظوري الخاص؟ I have no idea. يعني هي أتوقع يعني شيء تخص النساء. هم الناس اللي يعني يحاربوا، يعني يحاولوا يحصلوا على حقوق المرأة، ويحاولوا يظهروا المرأة كأنها هي يعني المظلومة، فيحاولوا يعطوها حقوق أكثر، فأتوقع معهم حق يعني في بعض الأحيان. يعني هي حركة فكرية سياسية تدعو إلى النصرة بالمرأة وحقوقها ومساواتها مع الرجل وإلى آخره. But I've heard people are calling themselves feminists, and I think it means they're more advocates of women's rights. Feminism is advocating for the right, for the equal rights of both men and women, and a lot of people confuse that with misandry. حسب ما بحثت أتوقع القصد فيها إنه احترام حقوق النساء أو إنه يحصلوا حقوقهم يعني على أكمل وجه. أي بالضبط. وانا معهم، لكن الحين عندنا اللي يسموه الثيرد ويف فيمينيزم، يعني المرحله الثالثه تقريبا من هذه الحركه. هي حركه سياسيه تقريبا، يعني تنشر افكار غير صحيحه مثل عدم مساواه وعدم مساواه الاجور يعني بين الجنسين. معظم الناس يفكروا ان النسويه معنى المساواه، ولكن النسوية والفيمينيزم معناها الإنصاف. ففي فرق بين المساواة والإنصاف، لأن أبداً لن يعني المرأة والرجل لن يكونوا متساوين. اختلاف الجنس لا يعني اختلاف في المساواة بين الذكر والمرأة، فكل خلق رب العالمين سواسية. هل تحس أن في مساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع العماني؟ ما أؤمن بالمساواة، أؤمن بالعدالة إلى حد ما جدا. أيوة، ظاهرة النسوية إذا ظهرت في عمان فهي مبالغة. أحس إنه المرأة ما مظلومة في شيء. في فرق بين المساواة والعدالة. المساواة إنك تعطي الشخص نفس الرجل نفس اللي تعطيه المرأة، في حين إنه يمكن ما تحتاجها المرأة ذاك الشيء. بس العدالة إنك تعطي كل واحد اللي يحتاجه، هذا عدالة. في المجتمع العماني أيوة، لأنه هذا شيء أنا عايشه وموجود كثير، وهناك حقوق كثيرة للمرأة الحمد لله رب العالمين، وهذا شيء طيب. يعني المرأة دائما ما تعطى حقوقها وتقدم في كثير من الأحيان هنا، وهذا شيء نحن تعودنا عليه في كل الأمور، في أمور الحياة الاجتماعية بشكل عام، وكذلك في أمور العمل. أنا أعتقد في مساواة يعني شوية، يعني أتوقع نحن يعني أنا ما أقدر أظلم المجتمع العماني، عشان أتوقع أن المجتمع العماني أحسن بكثير من مجتمعات ثانية في العالم، ولكن فيه مشاكل ثقافية في الإنصاف بين الرجل والمرأة. في فرق نسبي جميل، لكن ما أحس إنه بيجي يوم الأيام وهم بياخذوا حقوقهم نفس الرجل يعني بالضبط. صعب إنه تسأليني أنا كرجل، لأن أنا ما أحس بالمعاناة اللي تحسوها أنتم مثلاً. فالسؤال بيكون قصدي الإجابة بتكون أوضح لو كانت مثلاً بنت اللي سألتها. أنا كمرأة عمانية حصل حقوقي في المجتمع الحمد لله. المجتمع العماني يتاح فرص كبيرة جدا للنساء، وصارت تتقلد مناصب كبيرة جدا، تذهب إلى سوق العمل. في البدايات وفي الماضي كانت المرأة محرومة من أشياء كثيرة جدا، ما عندها حق إلا التعليم وبشكل بسيط. أما اليوم ممكن تشوفها متقلدة مناصب عليا في كثير من الجهات الحكومية والخاصة، وتشارك في المشاركات المجتمعية بمرحلة متساوية، قد تكون بعض الأحيان حتى أكثر من الرجل. أحس في مساواة في بعض الأشياء، وأحس أن احنا يعني متقدمين في هذا الجانب بشكل جدا كبير عالميا أساسا في عمان. أحس في مساواة في كثير من الأشياء، في كثير من الناس ممكن هم ما يتفقوا معي بسبب أنه ما عندنا مثلا رؤساء تنفيذيين
من الفئة النسائية، ولكن بالعكس أنا لما أشوف المؤسسات صغيرة متوسطة معظمها من النساء وكلهم رؤساء تنفيذيات، فإحنا ما محتاجين جهة معينة هي تبرز هذا الجانب، مدام أن إحنا النساء وعلى رأس مؤسساتنا رؤساء تنفيذيين أو مدراء أعمال أو أصحاب هذه المؤسسات، فأنا أشوف يعني في مساواة موجودة. نعم. Many societies, not just the Arab society, parents tend to focus on restricting the girl more than telling the boy not to do certain things. لأن هذا الشيء كان صار معنا من أجداد 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 أجدادنا، فصار إحنا نشوفه يعني خلاص كنا انتمى فينا وخلاص، إن حتى البنت بنفسها هي تفكر إن صح أنا فقط حدودي كذا. مشكلة إن نحنا كبرنا في مجتمع يعطي المرأة نوعا ما نظرة دنيوية، أعتقد أنا بحصل هجوم من وراء هذا الكلام بس عادي. فهذه النظرة الدنيوية اللي كبرنا والمجتمع يعطيها للمرأة هذه أسست نوعا من الماء نوعا ما وش اسمه تقليل من المرأة مقابل الرجل، فدائما الرجل يكون عنده سلطة أكبر على حسب نظرة المجتمع له. يعني أعتقد أنه قد يكون البعض فاهم موضوع العدل بطريقة مختلفة بين المرأة والرجل، قد يكون البعض عنده رغبات أكثر من العادة فهو يسعى لحصول على أشياء أكثر. I feel like there needs to be more awareness and young people need to get into it more. Like for example, you have this project was that was in I think Tanzania or something, where they brought young boys and young girls and they taught them about rape. I don't know if I'm supposed to say this. Okay. So they taught them about rape and how to, they taught the men how to protect the girls and they taught the girls how to protect themselves. So I feel like it needs to start from a young age, because when you're older and your values and your opinions and your beliefs are already set, it's always hard. So I feel like it maybe needs to start in schools, and there need to be programs outside schools that and parents need to be involved a lot more. كثير من هذه النوعيه من النساء او من هذه الفئه من النساء قد يكون في تاثر من الغرب بالافكار الغربيه، راحوا البلدان الغربيه سافروا درسوا فيها وتاثروا تاثر كبير جدا بالثقافه بالحضاره، وصارت الشخصيه الداخليه المكنونه بداخلهم مهزوزه، وهذا السبب ان صارت عندهم مطالبات بحريات اكثر قد لا تليق حتى بالمراه. هذه المشكله ممكن تنحل ان نقيم اول شيء دراسات للاسف احنا ما عندنا دراسات واجب خصوصا في المجتمع العماني، نحتاج دراسات اجتماعيه نشوف يعني احنا لوين متوجهين، وش عدم المساواه هذه وش بتسوي، وش قاعده تسوي في المجتمع، وين جالسه تودي. هذا واحد. اثنين، نبحث يعني في الماضي وش اسباب هذه الاختلافات، ليش مثلا الذكر هنا ياخذ اكثر والمراه هنا تاخذ اقل، ليش للذكر هنا في حق هنا للمرأة ما في حق وما شابه. نحتاج دراسات، بناء على هذه الدراسات بعدين نقدر نطلع حلول، لكن ما نقدر نقول. أنا يعني صراحة أريد كل رجل يكون يعني يكون عنده هدف النسوي إنه يكون فيمينست. كل الرجال لازم يكونوا فيمينست أو ما بنتغير. هو يعني المسألة ليست امرأة ضد رجل أو النساء ضد الرجال، يعني لازم إحنا نتعاون مع بعض عشان نصلح هذه المشاكل اللي بيننا. فأتوقع الحل الأول لهذه المشكلة أن كل الرجال يتعاونوا مع النساء في هدف النسوية. بنية كل مجتمع تختلف حسب القيم، العادات، التقاليد، ولكن مع العولمة وانفتاحنا للمجتمعات المختلفة حول العالم بدأنا بمقارنة حياتنا مع حياتهم. المقارنة لن تكون عادلة بسبب الاختلافات التاريخية التي شكلت كل مجتمع، والاختلافات الموجودة بين كل أسرة وطريقة تربيتها وقيمها ومبادئها، ولكن بإمكاننا أخذ ما هو مفيد وترك ما لا يتوافق مع قيمنا ومبادئنا.